عايز اعمل حاجه دلوقتي طبق سلطه وانا شغال كده، نعمله ازاي؟ صدقيني بجد هتدعي لي في الطبق السلطه ده كده. بس خلونا ننظف الاول ليه الخشبه بتاعتي اللي انا شغال عليها دي كده، البلانشه اشيل ده ورا كده. والنظافه مهمه يا عم الشيف اول باول. واستعرض معانا الحاجات الحلوه، معايا اخراج جميل ومعايا الاساتذه المصورين. طبق السلطه ده بقى عندي اهم من كل ده للامانه يعني. شوفي بنضف ازاي. وقتنا من ذهب، بنستغل كل دقيقه وكل ثانيه فيه. حلو قوي. طبق السلطه ده تعمله ازاي يا عم الشيف واحنا مع بعض؟ معايا خضار بتقطع جاهز، ومعايا كبده لو حضراتكم فاكرينها معانا جاهزه اهي. هاخد الكبده دي يا عم الشيف. الكبده دي على فكره غنيه بالحديد، مفيده جدا، قيمتها الغذائيه عاليه جدا، بتعالج الانيميا بطرق مختلفه. عشان كده احنا المصريين شطار في عمايلها، بنعملها اسكندراني، بنعملها بالدمعه، بنعملها مقليه اهو. هاخد الكبده دي زي ما هي كده يا عم الشيف واقطعها كده. الله. طبق السلطه ده بامانه هنسيب كل حاجه وناكل ده. شفت التقطيع دي مهمه جدا. تنزلي بالسكينه كده وسكينتك تكون حاميه. زي اللحمه البرد. ده مفاجاه مني. الله عليك يا استاذ ريحان. استاذ ريحان بتدور في المقادير مش موجود. ده مش في المقرر، مش في النص يعني، بره النص. حلو الكلام. دي الكبده زي الفل. وهنجيب طبق كده. معلش سامحيني بقى، انا ببقى عايز اعمل حاجه حلوه للساده المشاهدين. هناخد الطبق ده كده. الله، سيرفيس حلو كده. بعدها بالشكل ده كده، ومعانا فلفل اخضر رومي بحطه هنا، معانا بنجر مبشور، معانا خس متقطع جوليان، معانا بصل متقطع شرايح. كل الخضره دي مطلوبه. نقنقه برضه. عايزه تحطي تونه حطي، بس انا حطيت بدل التونه كبده. معانا طماطم متقطعه شرايح شكلها لطيف وحلو. حولنا الطبق اللي كان معانا من شويه لوحه فنيه. أنا بحكم على السفرة دي متعوب عليها ولا مش متعوب عليها، معمولة بحب ولا مش معمولة بحب، بحاجة صغيرة. إيه هي يا مغازي؟ شكل طبق السلطة، شكل التقطيعة، متقطعة عشوائي، في فن في تقطيع الطماطم، في فن في تقطيع الخيار. بقول هنا الست دي بتحب المطبخ بتاعها. هنشيل كل ده مع بعضه ونحط هنا الزيتون في الأماكن الحلوة دي كده، اللي عايز يحدق زي ما بيقولوا أهو. حلو. معانا الكبده اللطيفه الحلوه دي كده اهو، بحطها هنا. ايه الجمال ده شيف؟ وهنعمل صوص دلوقتي لطيف، عباره عن زيت زيتون، عصره ليمون، معلقه خل صغيره. ايه رايك في الطبق السلطه الحلو ده؟ بالله عليك، ده طلع من الهوا زي ما بيقولوا يعني. حلو. نخليه مكانه هنا عشان يطلع في الصوره حلو. تمام. ونشيل ده كله من هنا ونعمل الصوص بتاع السلطه دي عشان نشوف ازاي يتعامل مع حضراتكم واحنا واقفين مع بعض. بوله صغيره. عايز اعمل عصير. معانا وقت يا استاذ رحاب؟ استاذ احمد عينيا، ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ربنا مبارك النهارده. زيت زيتون ده على فكره، الصوص ده او الدريسنج بتاع السلطه دي يتحط على السلطه دي مجرد بنقعد ناكل يعني، ما يتحطش دلوقتي، يفضل يعني. رشه ملح صغيره كده، عصره ليمونه حلوه، سنه شبت صغيره. ليه شبت يا شيف؟ بيدي طعم، بس سنه صغيره لانه حرامي بيسرق الطعم. بالشكل ده كده، وفص توم حلو. كل دول مع بعض، كل دول مع بعض، ونقلبهم بالمضرب. هياخدوا لون، مجرد التقليبه دي هياخدوا لون.
شفت بقى قوامهم عامل ازاي؟ ممكن تحط خل التفاح. هعمل انا حاجه حلوه؟ شوف هعمل ايه؟ دي مش برضه مش في المقرر، مش في النص. عصرة برتقال. يا ويلي يا ويلي يا شيف، يا دلعك يا شيف، يا دلعك. ده عصير البرتقال اهو، نزل فين؟ على الليمون وزيت الزيتون، زي الفل. ده مش عصير برتقال. حلو، هناخد ده كده اهو. شفت الجو ده كده؟ اساتذه المصورين حبايبي، فرسان التلفزيون المصري، حولنا الكبده المتقطعه او الكبده المقليه للوحه فنيه مع تشكيله من خضار الربيع، خس، جزر، بصل، فلفل، كابوتش حمراء، كابوتش خضراء، بنجر. يعني لوحة فنية قيمة غذائية متعددة الفوائد والفيتامينات.